بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبجمتو تأبليون كي أبليتي وانتو بكم جرتنيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم بيكمو كتالي دبركي ستي واي حقوق دعت إليه الفطرة وقررتها الشريعة حق أول يوكان ميرغا ومن اتوامتي أكسما شريعان إسلام أمو رقاسي سيلاجي سي حق دراء حق ربي سبحانه وتعالى إلما رمات الرقب إلى الجسي لا اللي تري حق إيسات الرأي إني قدان ربي سبحانه وتعالى نؤومي إسا أدأو فيه سمي في دتشي كنوان جدو جرؤومي إسا قفا أدباسني تنقبرو كوتو اللي لا اللي تري كتاك نكيست أموتو حق إيسا لما فا حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم حق نبي تشا ميرغ رسول صلى الله عليه وسلم ارغمان كي ننرا قبا كول الله لتا في ربيت. وهذا الحق حقني كن حق النبي تشا عليه الصلاه والسلام هو اعظم حقوق المخلوقين حق ار غدا وممتوتا كن من رايتو رسول صلى الله عليه وسلم اشرف الخلائق وممتوتا كيسا دربوا كانتان الركبه جما كانتان حق اساني كن من راي جچو دا. فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق رسول إرّا ميرغوت رسول أكنّم إرّا حقني إلما نمات يوكن أممتوتا كنّم توكو الليهن جرو جدتك هكا إساني قدتن جرو. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. رب سبحانه وتعالى قرآن كي ست مالجدا نوتي سيئرقيني جراجرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام شاهدا رقيساتاتي رقاتاتي كرغدو تاتي سي ارغنجا اكرغاباتو ومبشرا ونذيرا اكسم اموتو اكغمتشيستو مال جنتاف ور غغاري دلغ خيري ربي سبحانه وتعالى اولكاي سنين اكسم ونذيرا اكسوداتشيستو ربي اك ربي تكيغتوم سنين يربي تكيغتوم سنتاتي اكسم يوم عسياد لغن وان ببدا دلغن يبدر اكا سوداتشيستو في ربي سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه هكيسات الرأم مسمالني أكيسات أمنتني في بالله الله تأكمنتني في أكسم إرجماء سهل تأكمنتني في وتعزروه وتوقروه أك قدستني في أكسم أك كبجني في جاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم جال لا أبنو إسانف درسوت ورباتي سجتشولا دركمكن على محبة جميع الناس إلما نما هندرة إسان جالتشتو درسوك أبجتشو حتى على النفس نفسيا كينرة لبو كينرة إسان جال الإساني درسوك أبنا أكسما إلما كينرة أبا فيها كينرة جتشو ماتي كينرة نفسي تينرة إسان جال الإساني درسوك أبنا. رسول صلى الله عليه وسلم مالجلا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين تكون كيسنين أمن نجي النبي عليه الصلاة والسلام هذا يوم مال تعتملي أكون هذا أن اسم برت تومالي أحب إليه أكا اسم برت نما جالتهم تومالي إيه نرى إلما كيسنين را أبايوك هذا كيسن ماتي كيسنين را جي ربي النبي عليه الصلاة والسلام والناس أجمعين إلما لما تفرى هذا اسم برت أن جالتهم را جالتهم تي تكون كيسنين أمن نجي النبي عليه الصلاة والسلام أكو عمر رضي الله عنه ومن الخطاب رضي الله عنه أني برسي جالت لها نمو هندر سجالت لها نفسيتي يتنملي جلئي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إرقاسين أمني أني النبي عليه الصلاة والسلام تكون كيسانين أمني حقا إلما كيسانير أبا كيسانير ماتي كيسانير أني إسرجالة موتي إن أمني جنان إرقاسي أني خلاص نفسيتي يرى لي سنجالت لها إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآن يا عمر جانين أتي كنو أمن كراسي ريتر كجرت جانين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كناف أمس إسانة أمنوا إيمان الأجا إسانة أمنوا الورباتي رب القرآن كيست مال نجرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعترنا للكافرين سعيرا نمني الله في إرجام إسانة أمن نتي كافر توتف نمني أمن كان نمني الله في رسول إسانة أمن كافر توت كيس سيجتش ولا رب ديدة ولا كرا رب ديدة جرى كنا مال جرى رب سبحانه وتعالى قياك يا ما يبتجه النم إساني كوبيس نجرا جا.
ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم مرق نبي شائرة مرقوت نبي شائرة صلى الله عليه وسلم توقيره إسان كبجو إسان قدسو واحترامه إسان كبجو دا وتعظيمه التعظيم اللائق كبجا إساني فتول كبجا إساني قد كنو فدا من غير غلو ولا تقصير دانغا أسون دبرني باي إيه كبجني باي إيه أتش إسان فارسني أكسلا يعني إلما نمات الرئيسان باسون أكسل نصارا عيسى عليه الصلاة والسلام دان قابا سيسان قد أسون تين أكسو أموتو أسو تقصيرا أسون قباب سين حق إساني في ملو كنو في الأججو إسان كبجو كبجا إساني ملو فتوقيره في حياته توقير سنته وشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم كبجو إساني ما لني تكفى سنة إساني كبجو سنة نبيك عليه الصلاة والسلام نفيدا كرا إسان نقول إنسان كبجني جل ليمو دا أكسو ما كبجا إساني اللي قدسو لجتشو وتوقيره بعد مماته إيجا إسان دو أني أموت مال كبجنا توقير سنته وشرعه القويم كرا إسان رديما سنة إسان رديما سن شريعة إساني سنة كبجو إسان رديم لجتشو دا ومن رأى توقير الصحابة وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نمني سلا أكاتا صحابا إسان كبجنا نمني أرجي نمني أكاتا صحابا صلى الله عليه وسلم إساني وجه تران أكاتا إسان نبي عليه الصلاة والسلام قدس نمني أرجي عرف كيف قام هؤلاء الأجلاء الفضلاء صحابوني كبجمون قردون سنين أفقاري كابني اثنين أكمت أك إسان كبجات ران أرجى بما يجب عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان إسان رتر كمته وان سلا نبي شاف كبجاء إسان افتو كنافي تران جتشو قال عروة بن مسعود لقريش حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح في قصة الحديبية قصة حديبية كيستي يرو عروة بن مسعود قريشي ارجيتيتنين اكا نبي تشاوج عليه الصلاة والسلام ولي قلتي قل ايتنين اساني وج ولي قالوا ارجيتي كيستي سلحي سان كيستي سينا لسان ايرتا قصة حديبيات الرت بي كما الرت ما الجري دخلت على الملوك موتو تبرا سيني جرا كسرى وقيصر والنجاشي موتي كسرى قيصر ور بي رومي بي فارس أكسم نجاشي بي حبسا موتوتا كنين أرجيج رجا نملكون فلم أرى أحدا نمتكو ينأرجني يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا أكس حابون نبيك عليه الصلاة والسلام محمد إرقام ربي كبج جدت نمتكو ينأرجني موتوتا كنين ككبجنا جدا كان إذا أمرهم ابتدروا أمره يوان تكوت سان أجاجي إردت وال إردت فيقا وان سندلقوف أتتمان اتدك أنجارو وإذا توضأ يواني أكس موضأت اللي وضوء سنرت والفتن وان إن دلقسان دلقوا في الرت والأريفة وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده يوانيها سو سقلي إساني قريك أباتا ينشى اللسان سبحان الله كان كاك إسلام ما نبرسيسي أكس ما وان إن تأججي وان نقول أجلين تكلم سنقول إن دوبت تنجلني كبجاء إسا كبجاء رسول صلى الله عليه وسلم إسان كنن صحابوني وان حقنا جلاميتنين هو الصحابنا يجو كان أموتو إيجا إسان أموتو جا جرو دنيا كان را دعا قدانا سنة إساني كبجون أكسو محال إساني كبجون قصة إساني سينا إساني برجون كان نجتشو إسان كبجودان دينو هكذا كانوا عذمون رضي الله عنهم حال كناني كصحابوني إساك نبيك عليه الصلاة والسلام كبجان جتشو أخلاق إنك أبو وجي أمل قاري رسول صلى الله عليه وسلم كأبو وجي نبيك عليه الصلاة والسلام نموت عند بروت تجارة ما ترى صحابني أنا الرجالة حق في نجرة نم مرتوي أنا الرجالة نبيك عليه الصلاة والسلام حق في نجرة نتيجته كان أموت سيناك يستي هدوك أجرة نبيك عليه الصلاة والسلام أسو عمل إساني يكاموت حال إساني ججباتاته سلاة إيها صحابني رب سبحانه وتعالى قرآن يستي مال جد ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك وصواتي سلاتك كويسي قلبك حاسفني كججباتي سلا سرى دي سني تراني سبحان الله نبيك عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق خلق نبيك عليه الصلاة والسلام خلقني إساني قد أكتي كبجمع أكتي ربي سبحانه وتعالى قرآنك يسدي رقابة في جرجت شولة وإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أمس أموت مرقوت نبيك عليه الصلاة والسلام نرى كبان إرى تصديقه فيما أخبر وان إني نوفد وان إسان نوفدا حاسو إساني لغومسو كان حق إسان نراك أبن الرائجتشو من الأمور الماضية والمستقبلة
وان دبري إرى حالو تدبران إرى أكسم أموت وان فندرة الأفن إرى وان نبي عليه الصلاة والسلام منجدا حديث إساني حاسو إساني لقوم سوتو توكو جتشو وامتثال ما به أمر وان إساني تنو أججا جل ديمون ويتناو معان هناها وزجر وان إسان ران أورغن اللي الرافقاتشو بك إسان أرغمين أجدا وان إسان نجتين أجدا الرافقاتشو كانان كبجن جتشو ده. والإيمان بأن هديه أكمل الهدي أمس أموتو كجيلو من نبيه عليه الصلاة والسلام إرنو كان إرغوتو كجيلو مات جلانيتنين أمنو ده. وشريعته أكمل الشرائع شريعان إسان إرنو كان شريعان إسان نوفدا إرغوتو شريعات جنّي كان اللي كبتشو ورباتشسا وألا يقدم عليها تشريعا أو نظاما مهما كان مصدره وان في اللي إدو في اللي وصبرك سيستمي وهي وكامو سيرا وهي كيساني تردور سود أبو تجتشولا رب سبحانه وتعالى قرآن كي ستمان نجد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما هن أمني ربك يا يعني رب سبحانه وتعالى جركناني أمني حاجة مال تانيت حتى يحكموك فيما شجر بينهم وان جروي جدو سانيتي والأبي أرقمتي يوكابنين سجدو سانيتي أرقمي سان حاجة جتش ربيتي الله فيما شاء حتى يحكموك حاجة موتو سيرة أتي باستي في وكاموتو كرا شريعة دي كنتي سنة أتي كنتي كان الرتي حاجة سنة كيتن الرتي ولي مرتي سانيتي جتشو جاء ربي سبحانه وتعالى إيجاسي نفسي إساني كي ستو سوان توكو تشينكا توكو ركو توكو سون أرجين وان أتي مرتي ستيفسن يو كمو شريعة أتي لفكيت تيفسن كابتني إرتو ليقال انجتشو ربي سبحانه وتعالى أمس آبرو كي ستو مال جد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله جد إني أنا محمد إن كنتم تحبون الله يو لقا ربي جالتا يو الله جالتا فاتبعوني نهر دفا جدين يحببكم الله رب سبحانه وتعالى سنجالتها ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب سبحانه وتعالى مع سياك يسن دليك يسن إسن إيسا رب سبحانه وتعالى نما نها دا نما إيسا دا. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أمس حق نبي عليه الصلاة والسلام إرى الدفاع عن شريعته وهديه شريعة إيسات إرى سنة نبي عليه الصلاة والسلام مكان إرى شريعة إرى دفاع قدو يوكا ديبسو كجلو مرنبيج عليه الصلاة والسلام إرنو كان إراجتو أكسم حقوق إسات الرنبيج عليه الصلاة والسلام إسان إرتنا قاف رحمة أبوسو صلى الله عليه وسلم نبيج عليه الصلاة والسلام يوم كان إسان الأهمي نقاف رحمة ربي إسان إرت هابوء كان بائسو أكسم أموتو قياف هل كانت نمني صلواتك كان بائسي سرقا قد داقب ربي سبحانه وتعالى قرآنك ستمان ننجده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربي في ملائكوني نبي شررت عليه الصلاة والسلام نقا في رحمة بوسني يا أيها الذين آمنوا يا ور أمنتني وجاء ربي سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما نقين في رحمة نبي شررت عليه الصلاة والسلام بوسين سبوسا يا ربي سبحانه وتعالى نمني موت صلواتك نبي شرط عليه الصلاة والسلام بوسي نجاتك بوسي رب سبحانه وتعالى صلواتك أن إسارتي بوسي جتشولة أكسم طاعة إسانتي حقوق إسان الرمالني إسان تولي جتشولة وان إسان رتن أججن جتشو نبي شرى عليه الصلاة والسلام سنة إسانتي الرى حاسوا أنتهينا وانك أبنون جتشو هكذا دهمين إسان الرى شريعة إسانتي الرى دي بسن الرى إيقما عدوين يوكا طلعتني ألغان ديني نبي تشا عليه الصلاة والسلام إسلام ما كان راتي يو شريعة إساني ترتي دانغا كبو تاتي شبها دادو فيدو فكين يفو أنتو تولنا متفا فكيسان فا يو كمول إسو تاتي وان كان إرادي بسوتو نرى إيغاما مال بيكم سان بيكم سبينون هجا ديسون واولد فكيسان ميسان غرغر باسون إفا قول انججو مسكونسبشن يجرو سان إفا قول ان وإن كان يهاجم بالسلاح يو أموتو ورانا كتو تاتي اللي حق دندامين إرادي بسو برباج ساجد ولا يمكن لأي مؤمن أن يسمع ما يهاجم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام نما يعني مرمو يوكاموتو كابتوردو يوكاموتو ونكوني بدأت أجلتني نما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام تريسو إراجة لسون هم برباتيسو
akkasuma nabiyichi alayhi salaatu wasalaam haala isaanii yoo namni ka xureessu taate irraa cal'isuun hin barbaachisu. Bakka kamittuu deebii kennuu barbaachisa haga dandeenyeen. Akkasuma nabiyichi alayhi salaatu wasalaam jaalachuulleen haqa isaaniit irraayi. Maaliif nabiyichi alayhi salaatu wasalaam yoo jaalanne akkuma beekamu hadiisa nabiyichi alayhi salaatu wasalaam nuu ibsan keessatti almar'u ma'aman namtichi namni tokko nama jaalatee wajji kaafama nabiyichi alayhi salaatu wasalaam akka hadiisa keessatti jedhan. Akkuma yeroo tokko namtichi tokko nabiyichi alayhi salaatu wasalaam qiyaama yoom dhaabatte jedhetti ni gaafate nabiyichi alayhi salaatu wasalaam maada aadatta lahaa maal qopheessiteef jedhanii gaafatan. Ergasii ani bar salaata hedduu hin qabu soomana hedduullee hin qopheessine sadaqaa hedduullee hin qopheessine garuu laakiinni uhibbullaaha wa rasuulahu allahi fi ergamaa isaa jaaladhaa jedhan nabiyichi alayhi salaatu wasalaam. Yeroo kana maal jedharree rasuuli sal allah sallam anta ma'aman ahbabta achi nama jaalattee wajji jedhaniin nabiyichi alayhi salaatu wasalaam achi nama jaalattee wajji kaafamtaa taataa jedhaniin nabiyichi alayhi salaatu wasalaam. Rabbiin subhaanahu wataaalaa warra haqa isaanii guutee warra isaan jaalatee akkasuma warra jannata keessatti isaanii wajji nu haa taasisu. وإلى لقاء آخر ربي سبحانه وتعالى ورد أغير رفيد من واتات السوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.